للأسف في هذا الزمن معظم العلاقات الإنسانية مبنية على المصالح. لك عندي مصلحة فأنت صديقي أتواصل معك وأودك، لك عندي حاجة فأنا أخوك الذي لم تلده أمك، ترى في فرصة فأنا المخلص الوفي الأبي الذي تحبه ويحبك. انتهت المصالح أو عجزت عن مساعدتك، من أنت؟ لا أعرفك، لا تعرفني، وربما حتى لا أتذكرك. هكذا هي الحياة للكثيرين، وربما هي الحياة من فرضت على البعض أن يكونوا كذلك، لأن أصحاب الأخلاق والمبادئ باتوا قلة في زمن صعب. ولكن نصيحة: حبل المصلحة قصير وإن طال، وحبل المودة طويل، وتذكر أن تعاشر الأصيل الذي سيقف معك وقت عسرك ولا يطلب منك لا ردا ولا مقابل، ولن يعايرك بمعروف أو جميل. اللي منحبهم ما منودعهم، لأنه ما بيفارقونا أبدا، هن لحتى لو غادروا جسد هن ساكنين بالقلب بالعقل بالذاكرة. الوداع فقط للغريب، لأنه الحبيب بعمره ما رح يصير غريب. اللي منحبه حقيقة رح يضل مهما فعل حبيب وحبيب وحبيب، بس بدك مين يعرف ما هو معنى الحب. أجمل هدية من قدمها للي منحبهم أنه نخاف عليهم ونخاف الله فيهم. اللي بحب ما بيجرح، اللي بحب ما بينتقم، اللي بحب ما بيفضح، اللي بحب بحب الخير للي بحبه حتى لو كان ما حد غيره. الحب فعل مش قرقر، الفعل انك انت ترجي حبك على ارض الواقع، اما قرقر حقه. طالما انت على قيد الحياه فمن حقك انك تعيشها بالطريقه اللي بتناسبك، بالطريقه اللي بتحفظ فيها كرامتك وسعادتك. لهيك من حقك انك تهجر كل مين حطم فيك شيء او اطفأ فيك وهج، من حقك تترك اللي خذلوك فلا تشاركهم حديث ولا مكان او حتى ذاكره، من حقك ان تعبر بقلبك لمكان امن، مكان تطمئن فيه. وتبقى النصيحه: لا تبحث عن سعادتك في نفس المكان اللي فقدتها فيه، لانك بكل بساطه ما راح تلاقيها هناك. لا تعيد نفس الغلطه مرتين. دعاء قد يختصر كل ما نتمناه في هذه الحياة. اللهم إني أعوذ بك من كسرة النفس ومن سواد القلب، أعوذ بك من يوم لا حياة فيه ومن نوم لا راحة فيه. اللهم إني أعوذ بك من يوم صباحه كمسائه وليله كنهاره، أعوذ بك من الحزن بعد الفرح والانقطاع بعد التعود. اللهم إني أعوذ بك من شر الآخرين وحقدهم وحسدهم وكيدهم، ومن ظلم من لا ذنب له، وأعوذ بك من ذلة السؤال وتقلب الأحوال. اللهم إني أعوذ بك من وفاة الروح قبل وفاة الجسد. اللهم آمين. ثلاث أمور لا تضيع فيها وقتك: إنك تتحسر على اللي راح لأنه ما عاد يرجع، وإنك تقارن نفسك بغيرك لأنه ما راح يفيدك، واليوم على السوشيال ميديا كل واحد بيطلع بيقارن نفسه بالآخرين، وإنك تحاول ترضي الناس لأنه لن يكون أبداً إرضاء الناس غاية لم ولن تدرك. شباب أنا ما حأزعل على هالبالون لأنه فجر، لأني أنا أعطيته أكثر مما يستحق. فذلك بعض البشر لما نعطيهم أكثر مما يستحقوا نحن اللي لازم نلوم حالنا، ما نلومهم هني. نحن لازم نعطي كل واحد على حجمه، ما نعطيهم أكثر مما يستحق. الأخلاق الحقيقية إمتى بتظهر؟ تظهر في نهاية العلاقات وليس في بداية، لأنه في البداية الكل طيبي حبابي محترمي صادقين، نحن ما في منا. وأول ما توصلوا للنهاية كل بلاوي الكرة الأرضية بيطلعوها تطلع فيهم. فأهم شيء في الأخلاق أنه تكون عند خط النهاية. أنت بني آدم، مثل ما بلشت أخلاقي تنهي أخلاقي. كل شيء بيصير بالحياة مع غيرك
بعدين بيصير معك لازم ما يفاجئك. ليش؟ لأنه لما تعصب اطلع من المكان اللي انت فيه، لا تبقى، لا تجادل، لا تخانق، لأنه لو خنقت ممكن تغلط على الطرف الثاني، إن كان زوجة أو قريب أو صديق، ممكن تغلط بكلام كبير، كلام ممكن تندم عليه بعدين. ممكن الطرف الثاني ممكن يسامحك، بس صدقني ما رح ينسى كلامك. وتذكروا أنه لو أسأتوا ممكن تعود المياه لمجاريها، لكن حتما لن تكون صالحة للشرب أو بنفس النقاء من قبل. قبل ما تكسر شيء كتير غالي عليك، فكر وعد للألف مش للعشرة. أنا من عيلة كبيرة، نحن 11 أخ وأخت من نفس الأب والأم، يعني أمي 22 سنة يا حامل يا على إيدها ولد. مرة سألت والدي الله يرحمه أنه كيف هالمرأة قدرت تربينا وبتحافظ على بيتها وحيويتها بنفس الوقت. بتذكر وقتها قال لي: يا ابني لا تستهين بامرأة تعرف إمتى بتكون أصلب من الرجال وبنفس الوقت تكون بقمة أمتها. لا تستهين بامرأة تعرف كيف تكون مذلة لنفسها وبنفس الوقت تحمل على كتافها مسؤولية عيلة وحياة. تعرف إمتى تكون رقيقة وإمتى تأسى وتوضع حدود للآخرين. لا تستهين بامرأة تعرف توازن بين قلبها وعقلها. يا ابني لا تستهين أساساً بالمرأة، لأنك بدونها ما كنت أصلاً جيت على الدنيا. خلينا بأيام الحجر الصحي نكرم المرأة اللي عم تتحملنا كلياتنا بكل حب وتضحية واحتواء، وحطوا 7,000,000,000 خط تحت كلمة احتواء. بهالحياة كل إنسان عنده أمنيات، بعيداً عن الفلوس والأمان والراحة النفسية ويمكن السلطة والسيطرة، بيبقى من أمنيات الإنسان الأساسية إنه يلاقي حد يبدأ معه مشوار الحياة وينهي معه. وهذا كلام للناس الطبيعيين. الطبيعي تلجأ وضيقك لشريكك مش لحد تاني. الطبيعي تشعر بالأمان مع شريكك مش مع حد تاني. الطبيعي تطلب السند والعون والحب من شريكك مش من حد تاني. طبيعي تتصارح مع شريكك وتحل مشاكلك معاه دون اللجوء لحد تاني. الطبيعي تكون نفسك بدون أي رتوش مع شريكك مش مع أي حد تاني. نصيحة: لا تخلوا شركائكم ينفسوا عن مشاعرهم مع أي حد تاني، حتى لو كان من أهلك، لأنه هذا بيعمل شرخ بينك وبينه وبيخليك بالأهمية بعد هذا التاني. كلمتي الأخيرة: تذكروا أننا عندما نفضفض لعزيز ننسى أن لكل عزيز عزيز. وتذكروا أن هناك أمورا في هذه الحياة لا يشملها قانون الفضفضة لأي كان، مهما كان قريبا أو كتوما.